أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس الحملة الوطنية في النخير عن بدء قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع أجهزة الحاسب الآلي المحمول للطلبة المحتاجين بالمدارس ضمن مبادرات الحملة الوطنية في النخير مشيرا إلى أن لجنة التنسيق والجهود والمتابعة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عملت على توفير عشرة ألاف حاسوب يتم توزيعها على الطلبة البحرينيين من الأسر المحتاجة بالمدارس الحكومية إضافة إلى توزيع 2500 جهاز حاسب آلي محمول على طلبة جامعة البحرين لضمان استمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2020 و2021 والذي تم اعتماد دراسة فيه عن بعد من جانبه أشاد وزير التربيه والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالحمله الوطنيه في نخير التي اطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه والتي حققت نجاحا كبيرا لدعم الجهود الوطنيه للتصدي لجائحه كورونا مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه من دور كبير في تحقيق الاهداف الوطنيه على جميع المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه